تتفرج يوزنج ستراتيك دايجرام في السيرفيس اوبريشن. احنا رسم السيركت الاول ونتكلم عنه شويه. فالسيركت بتعتمد على باينري كاونتر وكومبارسر. تمام؟ ندي مثال بأربعة بيتس. تمام؟ يبقى ده 4 بيت طبعا الخارج بتاعه 4 بيتس في المنظر ده. الليست خليه تحت. الكاونتر ده بيعد بناء على المنظم السيكونس او الريتم اللي بيعد بيه كلوك. ندخل على كلوك انبوت. طبعا ده بنجيبه من سيجنال جنريتور بيطلع سكوير ويف. يبقى السكوير ويف هتدخل على الكلوك. كلوك هيقعد يعد انكريمنتال بيعمل كاونت اب. خلاص؟ بمعنى ان هو في البدايه لما بعمل ريسيت هو بيبقى ليه سيجنال ريسيت بديها له في الاول، ممكن عن طريق مكثف ومقاومه زي ما عملنا في المعمل. تمام؟ بحيث ان في البدايه التشغيل يبقى الخارج بتاعي كله زيرو. بيبدا مع كل بالص كلوك جديده ده كده بوزيتيف ايدج تريجر، مع كل بوزيتيف ايدج بيبدا يجيب العدد اللي وراه. يديني كيو نوت ب 1 والباقي 0 0001 0010 0011 وهكذا لحد 1111. طيب يبقى عندي هنا اثنين بص ان كومبينيشنز. تمام؟ من اول كل اصفار لكل ايه؟ واحد. طيب العداد ده بقى لما هيعد كده هيطلع لي باينري بيتغير عمال يزيد. طيب الباينري ده وهو بيزيد انا بحسب له الانالوج اوتبوت بتاعه عن طريق ديجيتال تو انالوج كونفرتر. القيم اللي هنا ممكن نختار مثلا 5 كيلو اوم، ممكن نقول هنا 10 كيلو، 20، 40. القيم هنا طبعا ايه؟ بتزيد وتتضاعف كل مره. طيب ناخد بالنا ان الليست هو اللي بتوصل بايه؟ اكبر قيمه للمقاومه، لان هي دي اللي بتكون اقل جيم، مش كده؟ لان الجين بتاع النقطه دي هو ايه؟ 5 على 80 كيلو، فدي اقل جين عندي اللي هو بوصله. طيب انا لو خدت السيجنال هنا هيبقى شكلها عامل ازاي؟ هتبقى بتنزل بالمنظر وهنا 0 فولت. ليه؟ لان القيم بتاعتي هنا في انفرتر، صح؟ ده الانفرتر تيرمينال. السيجنال بتاعتي طالعه بتزيد بس بالنيجاتيف، فعشان اظبطها يبقى بتزيد بالبوستيف. يبقى ممكن ببساطه نضيف هنا ايه؟ انفرجن مره ثانيه بالمنظر ده واحط هنا اي قيمه مقاومه شبكه. خلاص؟ يبقى القيمتين دول اهم حاجه يبقوا شبه بعض. يبقى اذا السيجنال هنا هيبقى شكلها عامل ازاي؟ تبقى ستيل كيس وطالعه بقى من الزيرو فولت لفوق. تمام؟ يبقى بقت سيجنال طالعه مش نفسها. طيب لما اجي ادخل انالوج انبوت، الانالوج انبوت بتاعي هنوصل هنا الانالوج انبوت. نرسم السيجنال بتاع الكمان دي بنفس اللون حاجه زي كده مثلا. دي انالوج سيجنال. فالانالوج سيجنال دي اول ما قيمه ما هو ده هنا ديجيتال وبعدين يتحول.
بيتحول هنا هدف. الألم ده هو اللي احنا رسميه. تمام؟ بالله. أول ما يعلم، أول ما يبدأ يعلى عن الألم اليوم بتاعي، يبقى أنا محتاج دلوقتي أوقف عد، لأن أنا وصلت للقيمة المناظرة لقيمة الألم سيجنال، وأبدأ إيه؟ أعمل كونفرجن من أول وجديد عشان أحصل على القيمة التانية. أول ما أعلى عنها برضو أنزل أعمل ريسيت للكاونتر وأبدأ من جديد أعمل كونفرجن تاني وهكذا. يبقى دي السر. يبقى أنا عايز دلوقتي أول ما الإنبوت بتاعي آسف الأوتبوت بتاعي يزيد عن الأنالوج إنبوت اللي داخل، أبدأ إيه؟ أغير. يبقى هناخد السيجنال دي تمام؟ ونوصلها فين؟ يعني عايزين بس ايه؟ ما نعقدش الرسم، خدها من فوق احسن. تمام؟ يبقى السيجنال دي هاخدها ارجعها هنا الكونفرتر اقارنها مع الانالوج انبوت. طيب اول ما السيجنال تعلى عن انا لو جبت لداخل هيطلع لي هنا سيجنال، استفيد بيها في حاجتين. اول حاجه ان انا اعمل ريسيت للكاونتر. اعمل هنا ايه؟ ريسيت للكاونتر. عشان الكاونتر يبدا عد من اول وجديد، عشان اجبره ان هو ينزل بالشكل ده. يبقى دي خطوه ايه؟ الريسيت. في نفس الوقت قيم هنا ما ينفعش اعتبر ان هو ده الاوتبوت بتاعي. ليه؟ لانه عمال يتغير باستمرار. تمام؟ عمال يتغير باستمرار 1 2 3 وهكذا لحد ما يوصل للقيمه. انا عايز دي بس، وعايز دي بس، هي دي الكوين والكونفرجن. يبقى استفيد من الكلام ده ازاي؟ ان انا اخد الشغله دي اول ما يحصل عمليه الكومبليت اقوم مثبت الخارج في اللحظه دي على الاوتبوت الرئيسي ده استخدام ريجستر. ده ممكن يبقى بارل لود ريجستر او يكون لاتش، مجرد لاتش يمسك القيم يعمل لها هولد على الاوتبوت. نقدر نقول طبعا اراعي هنا الموست، باشمهندس، يعني انا بعمل ريسيت اول ما قيمه الاوتبوت للكاونتر تزيد عن الانبوت عن الانالوج انبوت. بعمل ريسيت عشان اخلي الكاونتر خلاص انا مش عايزه اعد تاني، مفيش داعي يطلع فوق. طب هعرف منين انت بتعمل ريسيت؟ هو الكمبيوتر هياخد القيمه اللي هي الستيب كيس دي ويقارنها بالانبوت. ماشي. اول ما الانالوج انبوت يزيد اللي هو البوستيف اهو، هيبقى الجهد هنا هيبقى اعلى من هنا. اول ما يعلى عنه هيديني هنا لوجيك 1. تمام؟ اذروايز طبعا هيدي ايه؟ لوجيك 0. فطول ما هو لوجيك 0 الكاونتر شغال عادي والاوتبوت مالوش اي علاقه بالانبوت. ولكن اول ما تيجي تبص البالس ده، اول ما يجي الكونفير ويدي بص البالس، يقوم يدي هنا ايه؟ كلوك بتاع الريجستر، يقوم يسجل القيمه ويحفظها على الخارج. طبعا اللاتش ده لو ليه اوتبوت انيبل يبقى لازم الاوتبوت انيبل يكون ايه؟ اعمل له اكتيفيشن. لو اكتف لوب اوصله ايه؟ الجراب. تمام؟ يبقى ده نقدر نقول لاتش او شيفت ريجستر. هو بيعمل ايه بعد كده؟ ده بيعمل عملية هولد للقيمة أثناء عملية تحويل، يعني أول ما القيمة طلعت هي دي قيمة الكونفرجن اللي أنا عايزها. تمام؟ القيمة دي هي اللي عايزها تطلع على الخارج. بحيث إن أنا في النهاية يبقى القيم اللي عندي عبارة عن إيه؟ هي القيم دي. دي ودي، ولو قارنت هنا كمان واحدة دي، يبقى القيم دي هي القيم اللي دي الديجيتال كونفرجن. لان الكونفرجن ما بيتمش كونتينوس، بيتم في مسافه زمنيه ما بين كل كونفرجن والتاني. تمام؟ ودي احد عيوب
الـ ADC باستخدام الكاونتر. ليه؟ كل ما قلت الانبوت بتاعتي انا بالانبوت كل ما زادت كل ما هاخد وقت اطول ولا لا عشان اجيبها. يعني مثلا تخيل كده ايه قيمه الانبوت قعدت قد ايه علشان اوصل لها. اشوف بقى انا عندي كام ستيب مش كده؟ ادي 1 2 3 4 5 6 وهكذا. عدد الستيبس دي اللي انا خدتها لحد ما وصلت هنا هيبقى ايه؟ ان تي. حيث التي هي عباره عن ايه؟ البريود بتاع السيجنال لان مع كل كلوك اجيب الستيب اللي بعدها. يبقى انا لو هقارن بليفل مثلا محتاج العدة ان يبقى انا مضطر استنى ان تي من الزمن علشان يحصل عمليه ايه؟ الكونفرجن. مش المفروض انا عايزه كل قيمه انا متدخل عايزه الباينري المقابل ليها بالظبط ان انا كده بس باخد بس كل قيم في ما هو كده كده اي انالوج تو ديجيتال كونفرجن بياخد وقت. تحويل بياخد وقت ولازم ان يبقى فيه سامبلينج ريت او سامبلينج فريكونسي. باخد سامبلز ما اقدرش احول الانالوج كونتينوس باخد سامبلز الاول. فالسامبلز اللي باخدها ادي سامبل هنا خدها سامبل. بس طبعا المسافه بين السامبل والثانيه في النوع ده متغيره. ليه؟ لان كل ما الانالوج انبوت بتاعي زاد كل ما الزمن ده زاد. يعني تخيل وضع بسيط جدا لو عندي لو كانت السيجنال دي مثلا نزلت كده مره واحده يعني انالوج سيجنال ايه اللي هيحصل؟ عدى تانية تالتة هيبقى فوقي خلاص بيعمل ريسيت. يبقى المسافة بين السامبل دي والسامبل دي قليلة جدا صح؟ يبقى هنا في اعتماد على قيمة الانالوج انبوت كليفل. كل ما الليفل بتاعي زاد كل ما خدت وقت اطول في الكونفرجن. يعني الكونفرجن تايم بتناسب مع قيمة الانالوج انبوت. دي احد عيوب الانالوج ديجيتال كونفرتر استخدام الباينري او الراند اي دي سي. بيسموه رامب اي دي سي علشان الشكل ده او الفانكشن دي شبه ايه؟ الرامب فانكشن اللي هي بالمنظر ده اللينير. طيب يبقى ده اسلوب الكاونتر باستخدام لتمديد اي دي سي. طبعا هتاخدوا بالكم هنا من حاجه ان الجزء ده احنا رسمناه بالتفصيل مش كده؟ الجزء ده كده رسمناه بالتفصيل ولكن مش شرط ترسموا كل ده. ممكن بلوك واكتب عليه ده خلاص مش تتغير كونفرتر. لكن انا حبيت ايه اوريها لكم بالتفصيل عشان بعد كده لو حبيتوا تجربوها على بلوتس مثلا اي سيموليتور بقى الكترونيك سيموليتور تقدروا ترسموا الامبلمنتيشن بتاعها. طيب السؤال السادس كان بيتكلم عن describe using schematic diagram the theory of operation of successive approximation ADC successive approximation. الـ successive approximation بيعتمد على دايرة خاصة اسمها successive approximation register.
الدايره دي هنقول اول ايه بتشتغل ازاي بمثال عملي سريع. يعني اول حاجه لو انا مثلا عندي قيمه وعايز اجيب قيمه انالوج وعايز اجيب القيمه الديجيتال ايكويفالنت ليها، ممكن اجيبها بطريقه الكونفرجن تايم بتاعها ما اعتمدش على الليفل. يعني احنا شفنا هنا تعتمد على الليفل، ليه؟ لان احنا بنبدا دايما من زيرو ونقعد نعلى لحد ما نوصل للليفل، نتخطاه يا دوب اول ما نتخطاه نبدا ايه نعمل ريسيت للكاونتر وهكذا. لكن في طريقه تخلي الزمن اللي بحصل بيه على قيمه الكونفرجن تكون ثابت ما بيعتمدش على الانالوج. ازاي؟ هندي مثال كده. لو انا عندي مثلا في ريفرنس ب سي 7 بت، تمام؟ وهنستخدم 3 بت علشان نعمل كوانتايزيشن ليميت، خلاص؟ هيبقى عندي القيم بتاعتها تبقى ازاي؟ ادي كده ده التايم، تمام؟ من هنا عندي ادي 0 0 0 هنشتغل 3 بت، ماشي؟ كان واضح القصه دي 0 0 1 ادي كوانتايزيشن ليفل، اللي بعده 0 1 0 7 فولت عشان يبقى العمليه ايه؟ فهمها سهل واقرب على طول. ليه؟ لان دلوقتي الليفل 0 هو يقابل 0 فولت اهو. ليفل 1 يقابل 1 فولت. وهكذا، لان اخر ليفل عندي هيقابل ايه؟ الماكسيموم اللي هو الفي ريفرنس. او بعض الاحيان بتسميه فول سكيل. يعني ده الفول سكيل فولتج في نفس الوقت هو الفي ريفرنس. وبما اني بشتغل على ب 3 بيتس هيبقى الباينري فاليو تقابلها على طول تحويلها بالديسيمال هيبقى هو القيمه قيمه الكوانتايزيشن ليفل اللي يناظر ديجيتال فاليو، خلاص؟ فهنيجي لو انا عندي مثلا سيجنال وليكن في احد اللحظات يعني عايز اعمل كونفرجن كانت السيجنال هنا في النص، يعني بين الفور والفايف، ماشي؟ يعني الانالوج انبوت بتاعي في لحظه من اللحظات بين الفور والفايف. علشان اوصل لقيمه الكونفرجن بعمل ايه؟ بمسك البيتس بتاعتي من الموست للليست، بمشي من الشمال لليمين كده من الموست للليست. ببدا افرض الاول ان هو 1. ببدا افرض ان البيت اللي انا واقف عنده ب 1. يعني هتبقى القيمه بتاعتي 1 0 0. دي اول خطوه، تمام؟ هل دي أكبر من الأنالوج إنبوت بتاعي ولا لأ؟ لو هي أقل خلاص يبقى سيبها 1. خلاص؟ لو هي أقل بسيبها 1. وأنا قلب الرقم؟ يعني دي 4. ما أنا عايز أكتشف القيمة، أنا ما أعرفش. تمام؟ هي طبعًا يعني إيه كده بالرسمة إحنا موضحين، ولكن لو أنا عايز بقى طريقة تانية غير إن أنا أقعد أقارن كدايرة بقى. يعني احنا لما بنبص عليها كده احنا المعلومات كلها عندنا، احنا عايزين سيركت هي اللي تحول لي تجيب التحويل على طول. فالسيركت بالسكسسيف ابروكسيميشن الطريقه بتاعتها كالاتي. انا بمشي من موست لليست كل مره بمسك بت بخليها ب 1. لما اخليها ب 1 ده يناظر ليفل، هيبقى الليفل اللي انا بتكلم عنه كام؟ ده هو 4، صح؟ هقارن بقى الانالوج انبوت بالقيمه دي. القيمة الانالوج انبوت بتاعي اعلى منها، صح؟ يبقى اخلي الواحد زي ما هو. ده اول خطوة. يبقى لو القيمة بتاعتي اعلى يبقى بخليها زي ما هي. وات. ليه؟ لأن أنا محتاج الواحد ده معايا. طب دي هتعلى ازاي توصل؟ بالوحيد اللي جاي. الوحيد اللي جاي هتزود لي الرقم. لكن لو حطيت رقم واحد وطلع الرقم بتاعي الانالوج بتاعي انا الانبوت بتاعي اصغر يبقى دي مش 1 يبقى دي اكيد 0 او مقلبها 0. يعني انا بحدد في كل ستيب، يعني بمشي ستيبس عدد الستيبس بتاعتي في السكسسيف ابروكسيميشن. الستيبس بتساوي
او نقول conversion steps بيساوي number of bits ببساطة بعدد البيتس. كل مرة بمسك بيت من الموست بيس بحدد وضعه هيبقى 1 ولا 0 بناء على القصة اللي بنقول عليها. أول حاجة نخليها 1 ونقارن الفاليو اللي عندنا الديجيتال بالفاليو الأنالوج الإنبوت. فلو القيمة بتاعتي دي أكبر تمام يبقى لازم أخليها ب 0 لكن لو أصغر أخليها ب 1 زي ما هي. خلاص؟ دي أول ستيب. فدي ستيب 1. خلاص هي أكبر يبقى بخليها زي ما هي يبقى هي ب 1 خلاص ستة ب 1. الخطوة التانية بمسك الإيه؟ البيت اللي وراه. البيت اللي وراه أخليها ب 1 برضه. 1 1 0 يبقى أنا دلوقتي بقيت بقارن الستة بإيه؟ بالأنالوج إنبوت بتاعي اللي هو 4 ونص سي مثلا. سي مثلا دي 4 ونص. مش فاهمة. مش فاهمة. واضحة؟ أنا ماسك قيمة أنا اخترتها ازاي؟ قيمة ايه؟ قيمة أنا الانبوت؟ أيوه أنا الانبوت. ما هو أنا الانبوت ده أنا ما أعرفش هو كام تمام؟ هو داخلي المطلوب مني إن أنا أحوله لإيه؟ باينري. القيمة باينري صح؟ طيب علشان أوصل للقيمة الباينري اللي تناسب أنا الانبوت اللي داخلي بعمل إيه؟ بعمل خطوات بعدد البيتس اللي موجودة عندي. أنا شغال 3 بيتس يبقى عندي 3 ستيبس. في كل ستيب هعمل إيه؟ همشي من الموست لليست. همسك اول ستيب هبقى ماسك الموست سيجنيفكانت بيت احطه ب 1 تمام وقارن الفاليو بتاعته بالفاليو بتاعت الانالوج انبوت تمام. لو تبين ان القيمه بتاعتي اقل من تمام في الحاله دي هتبقى 1.00 لو اقل من 4.5 اللي انا بحولها دلوقتي تمام هيبقى ايه؟ هسيب ال 1 زي ما هو. لو العكس يبقى ايه؟ هقلبها صفر. يبقى انا كده حددت خلاص ان القيمه دي يا ب 1 يا ب 0. اول حاجه انا في الرينج اللي موصل فوق ولا الرينج اللي موصل لتحت؟ لا انا بقارن مع بص بالظبط كده. انا مسكت الموصل. هنحدد موقفه دلوقتي. تمام؟ فبنحطه ب 1 عشان احدد موقفه. والله لو طلع الانالوج انبوت بتاعي اعلى خلاص يبقى ب 1 باقي الوحايد هتظبط الرقم وتوصله للايه للليفل. لو طلع النهاية اصغر يبقى ايه؟ الانالوج انبوت بتاعي اصغر لا يبقى انا كده عليت قوي يبقى لازم ايه؟ خليه ب 0 تمام؟ ندي مثال تاني على الخطوة دي يعني بدل ما هي 4.5 لو قلت مثلا ان هي كام؟ خليها هنا بين الاثنين والثلاثة تمام؟ ايه اللي هيحصل لما اجي احول؟ أول حاجة هحط 1.00 برضه نفس الخط همسك النص جنيه كام بيت وخليه ب 1 يقوم يديني القيمة ايه؟ 4. هنا مستحيل يكون النص جنيه كام بيت بواحد ما ينفعش. ليه؟ لأن أنا لو كملت مهما كملت حطيت هنا وحايد أو أصفار أنا كده بتكلم عن أرقام فيما فوق الأربعة لكن أنا أقل من الأربعة يبقى اذا هخلي الموست بكام؟ بزيرو ساعتها. وبعدين بقيه الوحايد دي هي اللي تقرب لي للليفت. تمام؟ يعني اول نص الليفت كام يعني انت لو جيت تبص على الارقام دي تمام؟ هتلاقي ايه؟ مقسومه بالنص كده. سوري. مقسومه بالنص. النص ده النص الليفت كام بكام؟ 1 لكن في النص ده نص الليفت كام فاكني بقارن بالليفل ده اهو لما اخلي ده ب 1 لو القيمه اللي انا اللي بتاعتي فوقيه يبقى انا بلعب في الرينج ده يبقى انا النص نفهم البيت بتاعي ب 1 وهيدن ب 1 خلاص. لو جيت اقارنه بالاربعه ما هو الاربعه هي اللي بتقسم هي الفيصل تمام. لو جيت اقارنه بالاربعه لقيت الانالوج انبوت بتاعي تحت الخط ده تحت الاربعه يبقى اذا ايه؟ اكيد هو واقع في الرينج ده يبقى النص اللي جبنا من البيت بتاعه بكام؟ زيرو. زيرو. وبناء عليه احنا حددنا موقف النص اللي جبنا من البيت. خلاص؟ في الستيب اللي وراها بلعب نفس اللعبه. هتبص تلاقي ايه؟
لو انت خلاص حددت ان انت في الرينج ده مثلا، خلاص هنتكلم عن النقطه دي دلوقتي اللي هي بين 2 و3. لو انت حددت ان خلاص واقع في الرينج ده النص سيجنفكان ديت بزيرو، الحاجه دي هيبقى زيرو، هتبدا تبص على البيت رقم 2. البيت رقم 2 هتلاقيه بيقسم لك برضه الرينج ده لمجموعتين، صح؟ مجموعه فيها البيت رقم 2 ده بواحد، مجموعة فيها البيت دي بزيرو، فهتخليها بواحد الأول اللي هي 2 اللي هي بتقسم، فلا لو طلع أعلى من 2 خلاص يبقى هتثبت زي ما هي، يبقى دي بقت فعلا 0 1، خلاص حددت. تيجي في ستيب رقم 3، ستيب رقم 3 أو خليها نكتبها تحت، يبقى خلاص عرفنا إن دي 0 خلاص سبت 1 خلاص. شوف انا ده بكام؟ حطه بواحد الاول. لو حطيته بواحد يبقى انا بتكلم عن سوري ده بواحد، نتكلم هنا هو فين بقى بالنسبه لدول؟ هو بين الاثنين والثلاثه، صح؟ اللي هو البيت ده مره بزيرو ومره بواحد. لو هو اعلى مني انا لو الانبوت بتاعي كده باثنين، صح؟ بين الاثنين والثلاثه. يبقى انا لما اقارنه التلاتة هيبقى هو ايه؟ أقل، يبقى ما ينفعش يبقى واحد، يبقى زيرو. يبقى ده ايه؟ يبقى كده جبنا الكونفرجن خالص. هتلاحظوا إن السكسيسيف أبروكسيميشن دايما بيقرب لتحت. دايما بيقرب لتحت. حتى لو القيمة بتاعتي مثلا، لو كانت القيمة تخيل كده 6.9. بس أنا كده مدخلة 3. تترجم 6. أنا كده مدخلة 3 وهو طلع لي 2. ايه الثلاثة؟ لا انا مدخل قيمة انالوج في الرينج ده. انا بتكلم على اللي قبلها اللي هي ستيب 3 دي، لما شلنا الليست وحطيناها بزيرو. احنا كنا مدخلين الفولت كام؟ مش بثلاثة؟ لا بين الاثنين والثلاثة. بين الاثنين والثلاثة؟ اه النقطة دي. لو انا باخد قيمة حتى لو قربت توصل للسبعة لليفل، ادام هي ما عدتش ليفل يبقى هي بتتصنف تبع الليفل اللي تحت، هتلاقيها ايه؟ توصل معاك الليفل، حتى لو القيمه صغيره قوي هتنزل الليفل اللي تحت، لو عليها بالظبط هتبقى هي بالظبط، وهكذا. فده النوع ايه؟ سكسيسيف ابروكسيميشن. الدايره بقى شبه الدايره اللي فاتت بالظبط مع استبدال باينري كاونتر، السكسيسيف ابروكسيميشن فيشس. ده سكسيسيف ابروكسيميشن ريجستر هيبقى فكرته ايه؟ برضه بيدخل له كلوك عشان ينظم عمليه ايه؟ الابديت من الستيب الاولى للستيب الثانيه، انا احدد انا في انهي ستيب، مع كل ترانزيشن من الكلوك بقلب على الستيب اللي وراه، خلاص؟ طبعا بعد 3 ستيبس احصل على كونفرجن كل مرة، لأن هكون حددت الموست والليست واللي ما بينهم، خلاص كده؟ طيب برضه السكسيسيف ابروكسيميشن بيطلع لي فاينالي سيجنال، تمام؟ ولكن في نقطة مهمة بقى، في حاجة بتزيد عندي هنا، لما هاجي أقارن طبعا ده هيدخل على، مش هنكتب بقى تفاصيل تاني، هاخد على الديجيتال تو انالوج كونفرتر، تمام؟ فبالتالي هيطلع لي هنا انالوج اوت، الانالوج اوت هو اللي هيدخل يتقارن مع الانالوج ان، بناء على قيمه الكونفير، تمام؟ المفروض المعلومه دي بستفيد بيها جوه السكسيسيف ابروكسيميشن ريجستر عشان احدد ايه؟ ان كنت هخلي الواحد زي ما هو ولا هقلبه صفر؟ مش كده؟ الجروب الاولاني خالص لا؟ ما هي ده السكسيسيف ابروكسيميشن ريجستر اللي بيعمل الخطوات اللي قلنا عليها، تمام؟ مع كل كلوك بينقل من خطوه لخطوه، وبعد عدد ان من الكلوكس لو بتكلم عن ان بت
اي تو دي كونفرتر، يبقى بعد كل ان كلوكس بيطلع لي ايه؟ باينري اوت. خلاص؟ القيمه اللي هنا بقى تهمني في ان انا اعرف، مش احنا كنا بنقارن الانالوج انبوت بالقيمه، لو انا مثلا بشتغل على نص سيجنفكان بيت بحطه ب 1 واقارن، صح؟ فهنقارن بناء على قيمه المقارنه دي، دي بتدخل هنا سيجنال بنسميها ايه؟ اكبر من على اصغر من. يعني القيمه دي لو 1 لو لوجيك 1 يبقى معناها ايه؟ ان الانبوت بتاعي الاوتبوت اللي حصلت عليه اعلى من الانالوج انبوت، فتبقى تترجم ان السيجنال بتاعتي ايه؟ جريتر ذان. العكس لو كانت بزيرو اكتب اللي هو ايه؟ على ليس ذان، تترجم ان هي ايه؟ ليس ذان. يبقى القيمه اللي عندي دلوقتي بقارنها بالايه؟ الانالوج انبوت، وبناء عليه بحدد علشان السكسسيف ابروكسيميشن ريجستر يحدد ان كان هيخلي البيت اللي هو واقف عندها الستيب حسب الستيب اللي هو عندها هيخليها ب 1 زي ما هي ولا هيخليها يعمل لها ريسيت بزيرو. طيب بعد كده هاخد السيجنال دي، لا سوري، السكسسيف ابروكسيميشن عنده حاجه ثانيه اسمها ايه؟ سيجنال ثانيه اسمها ضرب. الضرب دي بحتاجها امتى؟ في نهايه الكونفرجن. يعني انا خلاص مسكت عمال اجرب ارقام، صح؟ لكن الرقم النهائي حصلت عليه بعد ثلاث خطوات. فاول ما احصل على القيمه النهائيه يقوم يديني ايه؟ فينش سيجنال او دان سيجنال. الدان سيجنال هي اللي باخدها بثبت بيها الاوتبوت على الخارج باستخدام ايه؟ اللانش او الشيفت ريجستر. يبقى ده اللي هيدخل. على الشيفت ريجستر، تمام؟ نفس الكلام برضو دي نون، دي 1 دي 2 دي 3 ده يبقى الباينري اوتبوت في النهاية هو اللي على كيو الزمن بتاع الكونفرجن او بيديني سامبل بعد فتره زمنيه ثابته تقدر بايه؟ بان تي. بعد ان تي هلاقي سامبل موجود عندي. يبقى الكونفرجن تايم لو قلناه لو هنا عندك تي الفاليو يبقى الكونفرجن تايم بيساوي كونستنت بيساوي ان تي فور ان بت ما هنا 3 تي في الحاله دي هتبقى 3 تي لان انا عندي هنا ان بت هنا عاملين اسف 4 هنا مديني المثال مديني المثال على 3 بت ولكن الرسمه هنا 4 بت عامة ان جنرال فور ان بت باستخدام سكسسيف ابروكسيميشن هيبقى عندي الكونفرجن تايم ثابت ويقدر بان تي حيث تي هي الفاليو بتاعت ايه؟ كلوك سايكل. خلاص؟ طبعا لو قارنا ممكن نقول ارقام كده لو قارنا بين ده واللي فات في عدد بيتس معين 8 بيتس مثلا 8 بيتس ممكن اوصل في الانالوج تو ديجيتال كونفرتر الاولاني اللي هو باستخدام الكاونتر ممكن اوصل لزمن يقدر بكام؟ 256 تي اسف 255 استنى ايه 255 ستيب لما يكون الانالوج انبوت اقصى ما يمكن تمام؟ في حين بالاسلوب ده لنفس عدد البيتس اللي هو 8 هستنى قد ايه؟ 8 تي 8 تي بس طبعا واضح الفرق.
وغير كده هنا ان الزمن ثابت، لكن هناك الزمن يعتمد على طبعا ممكن لو انا الانالوج انبوت بتاعي صغير جدا مثلا الكونفرجن بتاعه هيبقى 1 هيبقى الثاني اسرع، بس في المقابل ممكن يبقى بطيء قوي مع القيام العالي، فده الافضل. وافضلهم من ناحيه السرعه مين؟ الفلاش، حتى من اسم الفلاش، بس طبعا الهاردوير بتاعه اعلى. يعني هنا في الدايره دي واللي فاتت هو كومباريتور واحد، لكن في الفلاش كومباريتور بستخدم 2 اس ان ناقص 1 او 2 اس ان كومباريتور. طيب فاضل اخر سؤال شيت 2 كيو 7 5 volts. What will be the output of the ADC? يبقى لو قلنا V input يساوي 3.5 volt. يبقى ايه؟ الاوتبوت بيساوي كام؟ الريزوليوشن دايما بيبقى عباره عن ايه؟ في تعريفين ليه، واحد برسنتج وواحد زي المحاضره. مجرد ان انا بقسم الليفلز بتاعتي، بقسم اسف الماكسيموم او الفول سكيل فولتج على عدد الليفلز، فعدد الليفلز بيكون ايه؟ 2 اس ان ناقص 1 مش كده؟ يعني انا في المثال اللي كتبناه من شويه كان عندي ايه؟ 3 بيتس، كان عندنا كام ليفل؟ الزيرو ما بتعدش تمام؟ يبقى عندي 7 2 اس 3 ناقص 1، فده بالنسبه لي هو الريزوليوشن. هو في نفس الوقت برضه الريزوليوشن تقدر تقول عليه انه بيساوي ايه؟ الفولت المكافئ لقيس سيجنفكان بت. يعني لو انت حاطط مثلا بتتكلم عن ان بيتس، لو كلهم صفار ما عدا الليست 1 ده هيديك ايه؟ 1 ستيب. الستيب الواحده دي هي الريزوليوشن، لان انت في الميجرنج انسترومنتس حتى تعريف الريزوليوشن هو عباره عن ايه؟ ادق قيمه يقدر الجهاز بتاعك يحس بيها. لو مثلا بمسطره التدريج بتاعها اقل حاجه ملي، يبقى الريزولوشن بتاعها 1 ملي تمام. فالوان ستيب بالنسبه لنا هنا في انا ديجيتال كونفرتر هو اقل قيمه احس بيها تمام، فهي القيمه دي هي اللي تمثل الريزولوشن بتاعي. فهي عباره عن الفول رينج او الفي ريفرنس تمام، مقسوم على عدد الليفلز اللي هم 2 اس ان ماينس 1، يبقى الريزولوشن بيكون على 2 اس ان ماينس 1 هي عدد الليمت، او يساوي في فول سكيل على 2 اس ان ناقص 1. في الحاله بتاعتنا دي هو قال لي انبوت من 0 ل 10، يبقى هي دي فول سكيل. يبقى عندنا هنا 10 فولت على 2 اس ان ناقص 1، عندي 2 اس 8 ناقص 1 تمام. ده يعني ايه؟ 255 و10 على طبعا وحداتها ايه؟ ريزولوشن دي فولت، ده وحداتها فولت، اهو فولت وهنا عدد وحداتها ايه؟ تبقى فولت. حتى احنا بنقول في ال اس بي، احنا بنقيس ايه؟ فولت. كل فولت بنحس بيه هو
ريزوليوشن. طيب بعد كده هو طالب ايه؟ 3.5 بوينت، عايزين نشوف الايكويفالنت بتاعته، صح كده؟ ففي طريقتين ممكن نفكر بيهم. اول طريقه ان احنا بنجيب الستيب وبعدين نشوف ال 3.5 دي تقدر بالستيب، يعني الخطوه بتاعتنا الخطوه الواحده هي ريزوليوشن. يبقى لما اقسم الانبوت بتاعي على ريزوليوشن هيديني ايه؟ قيمة الايه؟ التحويل. فاهمين قصدي ازاي؟ سي مثلا ان الريزوليوشن بتاعي 1 فولت مثلا، او خليها يعني عشان تبقى براكتيكال 1 فولت كبيرة قوي، 0.1 فولت. تمام؟ لو قلت لك الانبوت بتاعك 0.2 فولت يبقى الخارج كام؟ كونفرجن 2، صح؟ يعني انت الخطوة بتاعتك كل ما تعلى بتعلى ايه؟ 0.1. فأكنك بتسأل 0.2 فيها كام 0.1؟ فأنت بتقول الأنالوج إنبوت بتاعك على الريزوليوشن أو عدد الستبس عشان نجيب الديجيتال أوت. مش ده ده أنالوج ديجيتال، إحنا جبنا له أنالوج إنبوت أو الديجيتال أوت بيساوي كام؟ هي دي الفرصة، خلاص؟ فيبقى نقدر نقول إن الأوتبوت بيساوي، عشان نوضح بس، ديجيتال إنبوت ديجيتال أوت إيكوال. قلنا نقدر نجيبها عن طريق ان انا اقسم الانبوت فولتج على الايه؟ الستيب او الريزوليوشن او الفي ال اس بي، كل ده واحد. يبقى بيساوي 3.5 على الرقم. تمام؟ دي طريقه للتفكير. في طريقه ثانيه للتفكير كروس مالتبليكيشن. ازاي؟ ان انا عندي الزيرو، الزيرو فولت بتتحول تبقى كام؟ بيقابلها كام؟ يعني انا بجيبه بيتراوح من زيرو لايه؟ ل10. الزيرو كديجيتال اوتبوت بقى الزيرو فولت هيديني زيرو 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 زيرو، ده طبيعي، الصفر يدينا صفر. طيب ال 10 فولت اللي هي الفول سكيل تديني ايه؟ اقصى ديجيتال اوت اللي هو كام؟ اللي هو ده كده فاينل، اللي هو يكافئ 255 اللي هو 92 من الصفر. هي هي خلاص؟ الناحية التانية بقى انت عايز بقى حاجه في النص، صح؟ ادينا 3.5 فولت كانه بيسال كده 3.5 فولت تدي كام؟ هو ده السؤال. يبقى اجيبها ازاي؟ كروس مالتبليكيشن هتقول لي الرقم ده بيساوي اكس دي تساوي ايه؟ ده في ده على ده. يبقى كده بتقول 3.5 في 255 على 10. ايه يعني سواء بالاسلوب ده في التفكير او الاسلوب ده الاثنين بيؤدوا لايه؟ لنفس الحاجه. خلاص؟ هنقف على كده عشان ان شاء الله الاسبوع الجاي نبدا ندخل في ايه؟ المكلات وبعد كده اتبنى. حد ليه عايز استفسار الجزئيه دي؟